كلهم اصحاب دخل محدود، كلهم اصحاب دخل يومي، فاكيد حيأثر هذا الشيء. من ضمن هو نظام مغلق، الموضوع عباره عن نظام مغلق او مؤسسه مغلقه، تتخذ حتى كافه الاجراءات الوقائيه ككمامات ككفوف كتعقيم حتى مكيفات الهواء الموجوده بالمول. انا عندي تقريبا اكثر من 60 موظف. قرار اللي اتخذته الصحه بالضبط اني راح اضطر انه اقلص من الموظفين، يعني ما اقدر مثلا اخلي كل الموظفين يداومون، راح اسوي مثلا شفت واحد او نص شفت، حتى ساعات العمل عندي تقللت. هذه القرارات هي اولا بها جانب حلو بها جانب مو حلو. الجانب الحلو انه مثل ما اقول لك راح نفتح لحد وقت محدود، بعد هذا الوقت المحدود راح تصير تاثيرات سلبيه، لان يعني اغلب المطاعم او هذا الوقت انه وقت الغلق من الساعه 7 مساء لحد الساعه 7 صباحا بها تاثيرات سلبيه، انه اولا هذا الوقت راح يكون ذروه الحركه اللي بالشارع العراقي. شوف، هي مسبقا صار هذا القرارات بالغلق الجزئي، صار هذا اثر كلش تاثير يعني على العاملين، يعني بالقوت اليومي، يعني هسه اغلب العمال اللي بالمولات يعني على اليومي، لان تعرف القرارات ما ثابته عندنا، احنا تصير غلق، تصير غلق جزئي، يعني فهذا ياثر على قوتهم، يعني راح يظلون يعني قطع ارزاق. زين احنا بالمناسبه يعني احنا خلي الاجراءات نلتزم، اكو التزام يعني يصير بالوقايه والاجراءات الطبيعيه وتمشي، يعني يفتحون المولات يعني طبيعي. قرار الغلق انا برايي يعني قرار مو بوقته، يعني انت من الساعه 7 انا شغلي يبدا من الساعه 7، من الساعه 7 هذا شغلي يبدا، حد الساعه 7 انا اعزل اذيتني، اذيت محلاتي، العاملين نفس الشيء، يعني انا احتاجهم بالسبعه، انت بالسبعه اذيتهم كلش. زين بنفس الوقت انت الاسواق، بالنسبه للاسواق، الاسواق مفتحه، الاسواق شورجه جميله، غيرها كلها مفتحه والعالم مزدحمه بها.